تمام، معانا الكابتن العزيز والمشرف على الكرة بفريق المريخ السوداني كابتن عادل ابو جريشه. يا ابو كباتن مساء الانوار. مرحبا كابتن متذكر، يعني مساء الانوار دي. وحشني كتير والله، وحشني جدا. والله انا بالاكتر يا كابتن والله. وانتوا منورين والله، مصر منورين، والمعسكر الجميل اللي انتوا عاملينه ده، ويعني بنشعر ان اهلنا في حضننا والله. الله يحفظك، انتوا اهلنا برضو واحنا في بلدنا يعني. مليون المية، مليون المية. طيب كابتن عادل، بعد هزيمة الأهلي أمام سان داونز، كيف ترى موقف المجموعة والاحتمالات القادمة من وجهة نظرك؟ والله موقف المجموعة يحتاج لوقت طويل عشان تظهر الملامع بتاعت المجموعة. احنا دلوقتي في مباراة تانية من 6 مباريات. ايوه، الأهلي في المباراة الثالثة من 6 مباريات. بالظبط. المجموعة لسه موقفها يمكن يكون يتحدث في آخر مباراة. يعني أنت شايف إن الأمور ستعلق حتى النهاية. نعم نعم. النهاردة سان داونز هيلتقي مع الهلال. الماتش في سان داونز ولا في الهلال؟ لا، سان داونز مش لاعب مع الهلال. أنتوا صح، ده إحنا دي المباراة المؤجلة، دي المباراة المؤجلة. دي المباراة المؤجلة. دي المباراة المؤجلة. فريق ثاني. الأهلي بعد كده هو اللي هيروح سان داونز. الأهلي هيروح سان داونز وهنروح وانتوا هتروحوا تلعبوا مع الهلال على ملعب الهلال. نعم. على ملعب الهلال. نعم. شايف مباراتكم مع الاهلي يوم السبت يعني شكلها ايه فنيا من وجهه نظرك؟ والله اول حاجه يعني احنا طبعا كنا متعشمين بانه الجمهور اللي يخش الملعب، نعم، يعني بالنص الاهلي اذا كان الدور 5 يدونا احنا 5000. ايوه، زي ما حصل في المباراة السابقة يعني. نعم. مع سان داونز 500 500، مع الهلال 500 500. حتى لو مع الاهلي لو بقت 500 500 كان بتكون فير يعني. انتوا اخذتوا تصريح بكام يا كابتن؟ والله ما التصريح بيعملوه طبعا الجهات الامنية. ما انا عارف، ادوكوا تصريح بكام؟ ادونا ب 500 وادوا الاهلي 5000. ب 500 والاهلي 5000، باعتبار الاهلي صاحب الملعب يعني. يعني دي مباراته، اسف، دي مباراته يعني. حتى كنا صاحب الملعب المباراه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت. صحيح صحيح صحيح. يعني ما ميزونا على الفريق الاخر. طيب ده من جانب الجماهير، فنيا بقى. فنيا الاهلي فريق كبير، الاهلي هو بطل النسخه الحاليه. الاهلي يعني هو بيعتبر من اكثر البطولات. ما حد بيستهان يعني بالاهلي، احنا عاملين له 1000 حساب. وان شاء الله يعني نطلع منه بنتيجه ايجابيه باذن الله. يعني ماتش الاهلي وسان داونز اكيد حضرتك اتفرجت عليه، يعني شايف ان سان داونز كان يستحق الفوز وفقا للفرص المتاحه في المباراه؟ يعني بصراحه يعني قول لي. مفترض. انا اتفرجت على الماتش ده من داخل الاستاد. رحت الاستاد مع رئيس النادي. نعم، احنا هو قال لي برضو، كنت بواخد مستضيفه على الهواء وقال لي ان هو حضر المباراه فعلا. اتفضل. نعم. ايوه، يعني فرص الاهلي اهدر فرص كثيره جدا يعني. المباراه تكون 3-1 للاهلي. بالظبط بالظبط. ولكن كره القدم يعني ما فيها حسابات زي دي. الحسابات هي النقاط او مين الفائز مع نهايه صفاره الحكم. عندما تسكن الكره الشباك يعني. نعم نعم. فنتمنى انه يعني مرات الحظ بيلعب برضه. احنا حتى مباراتنا احنا مع سان داونز مفترض انه نطلع فايزين. مفترض ان سان داونز هو اللي يكسب. لا، احنا نكسب. ان انتوا تكسبوا. اوكي. هو انتوا عملتوا ايه معاه؟ هو كسب؟ احنا طلعنا تعادل. طلعتوا تعادل. الهلال هو اللي كسبه اعتقد، ولا سان داونز كسب الهلال 1-0. عنده 7 نقاط، فوزين وتعادل. نعم نعم. يعني انا لسه كنت بتكلم والله يا كابتن عادل، بقول انه طبعا امنياتنا بمنتهى الصراحه طبعا الاهلي يتاهل، دي امنيه طبيعيه. واحد فريقي برضو عشان اكون منصف في حواري، طبعا المريخ او الهلال يعني حد من ريحتنا. سان داونز في رايك
بقى فرصه اكبر في التاهل سواء اول او تاني مجموعه من وجهه نظرك؟ والله شوف، هو من بالحسابات هو لانه متصدر العالم. برجع برضه بقول لك، هو لم يحسم التاهل حتى الان. حتى طبعا الان لا تؤهله بانه ياخذ، لانه لسه في حتى الان في 12 نقطه موجوده في المجلس. بالنسبة للأهلي والمريخ. بالنسبه للاهلي والمريخ في 12 نقطه، صح صح؟ مظبوط. يبقى 12، اذا الاهلي عنده واحد ممكن الاهلي يوصل لغايه 13 نقطه. مظبوط. والمريخ ممكن برضو يوصل لعدد رائع من النقاط. احنا يمكن اكثر ناس حزينين بهزيمه الاهلي من صن داونز، لانه حتى حساباتنا كنا بانينا عليه. بالظبط، لانه ادى الفرصه لصن داونز ان هو يروح في منطقه ما كان يحلم بيها. طبعا ما تنساش ان صن داونز عنده مباراتين داخل بلد الاسلام على ملعبه، على ملعبه، واحده مع الاهلي واحده مع المريخ، واحده مع المريخ. لاعبين معه اخر مباراه. ما تشوفه ان شاء الله مع الاهلي يوم 11 مارس ولا 12؟ مع الاهلي. مع، لا انا اسف، الماتش الثاني. الماتش الثاني ثاني يوم 18. يوم 18 هتلعبوه هنا ولا هتلعبوه في حته تانية؟ والله دي برضو بتحدد النتائج. هو رئيس النادي الكابتن حازم مصطفى قال لي قولا واحدا هيتلعب على ملعب الاهلي والسلام. قال لك قولا واحدا؟ قال لي والله العظيم، قلت له قولا واحدا يا كابتن، قال لي قولا واحدا. عارف لما يقول قولا واحدا فصلا، معناه الموضوع ده مش هيمشي. فما تأملوش انه احنا نلعب هنا. والله العظيم انتوا حبايبنا واخواتنا، والواحد والله زعلان ان احنا في منافسه مع فرق السودان. كنا نتمنى نبقى في اي مجموعه ما فيهاش ابدا فرق السودان، لانه في النهايه يعني مصر والسودان واحد. مش كلام والله، مش كلام يعني، هو دي حقيقه والله العظيم، حقيقه والله. الله يحفظك. قدر الله وما شاء فعل. وقلت لك احنا كنا يعني من احزن ناس، حزينين جدا بحكومة الاهلي من صن داونز. ايوه طبعا، ايوه طبعا. نتمنى ان يفوز الاهلي طبعا، يطلع فريقين يعني الاهلي والمريخ. مظبوط مظبوط، انا معاك 100%. لكن الحسابات الان تعقدت جدا، تعقدت للغايه مع الاسف، مع الاسف. الطاغيات القديمه حيكون فيها بعض التعديلات. صحيح صحيح. كابتن عادل ابو جريش بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الله يحفظك. الله شاكر جدا، اشكرك، شكرا جزيلا. تفضل. الله يخليك.